السلام عليكم الشعب الجزائري، السلام عليكم يا شباب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، والسلام عليكم يا أمن الوطني الشعبي. دوك هذيك هاد لا فيديو درتها صحاب الخيراك، ماشي الحيراك، صحاب الخيراك يا اللي كنت تبعوا زيطوط و فريتومنات بالبيض و رشاد و كرامة، والمهم داك تبعوا فيهم. دوك انتيا داك تماتيك داك شاد امير ديزاد، داك دا التصوير تاع امير ديزاد يا اخي، شاد الكادر تاع امير ديزاد. روحي قولي لامير ديزاد يخرجك من الحبس، روحي قولي لامير ديزاد يجيب لك كازي كازي جيجيسيا كي تخرجي من الحبس، روحي قولي له ينقيهولك ويعطيهولك لا شيء يا اخي. روحوا قولوا دوك هاد كيصحاب الخيرات يلي حكمكم لا كنتبعوا فيهم لا كنتبعوا في العمالة، روحوا قولوا لهم دوكاتك هما يجيو يخرجوكم من الحبس هكذا راكي تعشقي فيه، روحي قولي له دوكاتك يجي يخرجك من الحبس هكذا. دوك نولي ليكم مع اسمي سعاد. منين جيتي؟ من عنابة. وقتاش جيتي؟ جيت من نهار الربعة وين هنا، رغم الحصار اللي داروه علينا جينا ما شبوناش، رانا جينا حراقة، اللي راح بجبل راح اللي راح بفلوكة راح، المهم احنا جينا باش ما جيناش نحتفلوا احنا، اتبو انا ما جيناش نحتفلوا، انت هذا الحراك خاطيك خلاص، انت رئيس غير شرعي، ما استعرفوش بيك، اخطينا وقطينا، احنا جينا هنا معتصمين، لازم نحروا كل المعتقلين، كل سجناء الرأي، احنا جينا نحروا الجزائر من العصابة، من رد حكم العسكر، رانا كرهنا منكم، بركات راكم درتوا فينا حالة، حزبتونا، جوعتوا الشعب، فقرتوه، سرقتوا أخيرات البلاد، هجرتوا الناس، هجرتوا الأدمغة، حرقتوا كتلتوا رمرتوا الأيتام، رمرتوا النساء، جوعتونا، حزبتونا. حنايا ديجا حنا حتى كنت تخوفونا ولا واش تديروا فينا، باشنا خوفين ربتنا الميزيريه، حتى كورونا ما تحكمش فينا، حنا فاكسيني صاي عشرة يا الجزائر وديما للامام، مشاريع المصوتي للامام، حتى الصبح الجزائر الديمقراطيه، معتصمين معتصام اعتصام حتى يسقط النظام. دركاتيك كي شفتوا هاد لا فيديو نحب نفهم برك حاجه واحده، اسكو هادو منسا عندهم رجال يحكموا فيهم، اسكو هادو منسا عندهم خاوتهم يحكموا فيهم، اسكو هادو منسا عندهم ماريوم يحكموا فيهم؟ ولا الخلاصه حبيت نفهم، هل ترى هادوما رام ام كيفاش تقولوا نتوما رام مفتخرين باسم فاميلتهم، مفتخرين باسم فاميلتهم، فهموني هادوما مطلوقات كيفاش تجي من واحد حراقه وتجي تهضري وتقولي حراقه من العنابه، وهادوك ثاني مطلوقات صدرها حاشاك دارك باين مطلوقات، ها اسكو هادوما نسى اسكو هادوما يمثلوا الجزائريات الحرات؟ حاشاكم حنا من خرجنا 22 كي خرجنا 22 خرجنا بموالينا، خرجنا بابانا وبخاوتنا، خرجنا كاع، ما خرجناش وحدنا، ما خرجناش كالعداريات وحدنا، ما درناش ترقان، ما خلينا ما تكاليناش وحدنا كالانا، نتوما طحنتونا، طحنتو الرجال، ومانيش عارفه كيفاش يخمم خوك، كيفاش خوك فهميني خاوتكم كيفاش راهم يخرجوا فيكم، كيفاش راهم يترجلوا في الحومه، فهموني كيفاش خاوتكم وماليكم ورجالكم راهم مفتخرين بيكم، كيفاش يقابلوا رجال في حومتكم؟ نعلط الله عليكم، نعلط الله عليكم، هذه هي الجزائر الجديده، هذه هي الديمقراطيه، نحرق دين ديمقراطية كيما هادي، نقتل روحي وما نتقبلش هاد الرخص
ما تقبلش هاد الطحين. دوك نولي ليكم. طول الزمني طول الزمني طلبا طلبا طلبة متحدون للنظام رافضون للنظام رافضون سلمية 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 حتى تجيبوا الحرية حتى تجيبوا الحرية سلمية 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 مسيرة طلابية مسيرة طلابية سلمية سلمية جابونا بالطاجية جابونا بالطاجية حكومة البريكولاج ديغاش 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 حكومة المونتاج حكومة المونتاج عصابة الخاينة عصابة الخاينة حكومة الكوكايين حكومة الكوكايين حكومة الخاينة حكومة الخاينة والأدلة كاينة والأدلة كاينة غرناش حابسين غرناش حابسين كاتيك انا وصلنا لهاد لا فيديو صحيت هاد لا فيديو اللي شفتوها اليوم اليوم ثلاثه يا اخي اليوم حراك تاع طلبه صحيت شوفوا في المدرسه الاولانيه داروا زعما لي جون واللي باقي كاع شيوخه وزيد علاش ما خرجتوش كيما نهار الجمعه علاش ما راكمش امه كيما نهار الجمعه يا طحاحنا تخدموا بلا بلا تريتي يا باسكو عندهم لاباي هما عندهم لابي تزيدو لهم حكا سكروت 200,000 مساكن طلعوهم ب 200,000 هكذا عطيتهم كاع 200,000 كيما قال هذاك الشيخ بلي بخز عندنا بلي بخز بلي راكو تخلصوهم يا اخي زيد علاش ما خرجتوش كاع علاش ها باسكو تخدموا عند سيادكم تخافوا تحبسوا الخدمه تخافوا من تبون تترعدوا منو تبونه تترعدوا من الوزاره ها وزاره العداله وزاره ها الشغل وزاره الاجتماعي يا اخي تخافوا منهم كان ينحلكم لابايا تخافوا على الدور وكان ينحلكم دوروا تعبدوهم ها مس ما ما من الاحد حتى الجمعه كاع تعبدوهم يا اخي تحيوا لهم تحيوا تبون انتوما طحاحنا انتوما راكو تخدموا عن تبون صافا تبون هو اللي يخلصكم وراكو تخدموا وانتوما طحاحنا انتوما شويه رجال هكذا وزيد لازم تعرفوا حاجه واحده انتم لكم في الحراك هذوك شتو لا موراكم هذوك شويه تاع الرجال هذوك اللي بانوا ديجا على بالكم شكون هذوك هذوك لا في وسطكم من غير الشيوخ هذوك ملك تخلصوهم واللي باقي من غير المنصه الاولانيه لا كنت بوزيو بها هذيك المنصه الاولانيه تاع عريانات يا اخي الشيوخ كاع ميكالو فيكم شبعوكم الشيوخ كان كالا يا اخي الاخرين كاع على بالكم شكون بلا ما نقول لكم يا اخي نتوما راكو تحوسوا على الدولة الأمازيغية تكحلوا عليها أقسم بالله غتكحلوا عليها نعرفوا نحرقوا البلاد نحرقوا كاع الجزائر يا أخي زيد بزيادة علاش في الحيرة كنسمعكم تقولوا مش عيطوا لها واحد الكلام تقولوا دولة مدنية ماشي عسكرية ديال الأولانية وبعدها تقولوا على عبد رمضان يا أخي علاش ما تقولوا الشهداء يا اخي علاش ما كنتش تهضر باسم الشهداء باسكو عبد رمضان هو تاني خبيت عبد رمضان خبيت روحوا دوكا تديبوزيو عليا بلاد هكذا عبد رمضان خبيت هكذا باسكو هو تاني مع احمد والجماعه ها اللي حبوا يديروا دوله امازيغيه انا بيت هضر باسمه علاش ما هضرتش باسم الشهداء علاش ما تهضرش باسم الشهداء سمعوا سمعوا يا ناس وش عيطولو عبا رمضان خلا وصايا دولة مدنية ماشي عسكرية اش ما تقولوش سمعوا سمعوا يا ناس الشهداء خلا وصايا دولة مدنية ماشي عسكرية اش ما تقولوهاش علاش ما تقولوهاش باسكو على بالكم بلي الشهداء كاع جيش الشهداء كاع اللي ماتوا الجيوش واللي كافحوا في العاصمة مناضلين تابعين للجيش جيش شعب خاوة خاوة ولاد فرنسا مع الخوانه هذه هي لازم تقبلوها
وخرجوا يا بحر حنا خرجوا بثلاثه كما خرجتوا بالجمعه يا الخاص يا اللي تخافوا من الحكومه تخدموا تهمبروا عند Maintenant, Monsieur Boumala d'Algérie, j'ai déjà eu le plaisir de vous recevoir, vous et Madame Favra, lors de la conférence de presse de 13h30. Je vous en prie, Monsieur Boumala. Je sais que vous allez aborder la situation de la liberté d'expression en Algérie, entre autres. Vous avez la parole pour 10 minutes. Etc. Et nous souhaiterions dans ce sens-là qu'il y ait un conditionnement et une conditionnalité de toutes sortes de partenariats avec l'Union européenne qui concernerait justement ce droit de la société à s'exprimer librement et à s'organiser, à lancer des associations, etc. Et un observatoire indépendant euro-arabe serait peut-être un moyen de contrôle, de suivi des situations de torture, des situations de droits de l'homme, des situations de liberté d'expression dans nos régions. L'état d'urgence nous empêche d'agir librement et par ailleurs, il se trouve que de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Union européenne en général, le pouvoir en place tire sa légitimité sur cette question de débat, de guerre contre le terrorisme d'un côté et la défense des intérêts de ces mêmes pays, particulièrement des partenaires économiques de l'Algérie du côté de l'Europe européenne. السلام عليكم دوك هاتيكم نجيو ليك يا بعد ما شفتوا لا فيديو تاعو نتوما اللي راكو تحكوا وتقولوا يقعد في التاريخ وبوملا كيما كتقولوا هنايا حريه اللي فضيل بوملا ايه وخطب عليهم في المجهة في المحكمه وقال لهم انا عندي حب الوطن وانا كنت مع دوك اللي سرقوا وانا ما كنتش مع الجيش وانا هكذا وانا شوف واش دار بوملا واش دار طابو واش دار واش عيطوا له سمير واش داروا كاع اللي دخلوا من العرس من غير رشيد خائن رشيد اول خائن هو الخائن كاع تاع البلاد خائن قبل مصدا وقبل زيتوت وقبل المهم رحماني المهم يا اخي واش داروا كاع هما ماشي كيما انت هما يتسمحوا بصح انت ما تسمعش انت خنت الوطن انت رحت تشتكي في لونو علينا باش جبنا لاي نتايا كنت حاب دخلنا لوني البنات كنت حاب دخلنا لاي نتا حبيت نتابعت البلاد نتابعت البلاد ولا طولك عام عارف باللي راك سلك لها بشعره شلك لها فريمون بشعره هكذا يا خائن يا خائن كان انا جيت في بلاصه القاضي بلاصة الجيش نكون داني 15-20 سنة يا الخائن تفو عليك خبيث شماتة تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر تحية رئيسنا تبون تحياتي واحتراماتي وتقديري للجيش والأمن الوطني وتحية كبرى لوزير العدالة زلماطي رانا معك سيد وزير الشعب راه معك قلبه